الرحيم، شرفت مساء هذا اليوم الأربعاء 28 من ذي الحجة بتلبية دعوة رجل الأعمال الشيخ شيخنا أستاذنا عودة بن مبارك البلادي في مجلس المبارك بالمدينة المنورة، والذي احتفى بفضيلة الشيخ صلاح البدير إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف والقاضي بمحكمة الاستئناف بالمدينة المنورة. في هذه المناسبة المباركة وزعت كلمة مقتطفة من خطبة الشيخ صلاح البدير من مشكات النبوة، الكلمة قدوة ونور للمسلمين. يقول فيها فضيلته: أخي المسلم المبارك، كن رحيما لنفسك ولغيرك، ولا تستبد بغيرك، وارحم الجاهل بعلمك، والمحتاج بجاهك، والفقير بمالك، والكبير باحترامك، والصغير برأفتك، والعصاة بدعوتك، والبهائم بعطفك، فأقرب الناس من رحمة الله أرحمهم بخلقه. جزى الله الشيخ صلاح البدير خير ما يجزي به عباده الصالحين على هذه الكلمة، وجزى الله من طبعها، وجزى الله من وزعها، والشكر والتقدير موصول للشيخ عودة بن مبارك البلادي ولأبنائه الكرام الذين كانوا نجوما وحضورا مضيئا في هذه المناسبة، ومنهم الأستاذ محمد عودة البلادي والأستاذ ماجد عودة البلادي. أطال الله في عمري والدكم في صحة وعافية، ونفع الله بشيخنا إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ صلاح البدير، وجزاكم الله خير جميعا.